السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير. وكما كتشوفوا رباعي امننا تجمعنا كما دائما، وشكرا للناس بزاف اللي كتبغي تشوفنا مجموعين. الحمد لله، اللهم لك الحمد، حنا مجموعين خوتي. كل جالس دابا حدا قالت لها اجي جلسي حدا، كل جالس حدا خو، هي جالسه حدا خوها، انا جالسه حدا اختي، وهي جالسه حدايا. هذا الشيء اللي كاين. الله يخليكم مجموعين يا ربي. فقرين يلا وسلموا تنتم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في هذا الفيديو. اليوم هذا الفيديو كما توحشتونا كاملين، كان الدريس ما ضحكنيش. عصابة كيقولوا لهم العصابة هادو يعني. توحشتونا شحال من دفاش. دخل عليكم شنو دخل عليكم؟ عيد ميلادي بصح. ما عندها عيد ميلادي دخل عليكم. لا هذا الشهر دخل عليكم بالرزق وهذا البرد. امين. هذا البرد دخل عليكم. دابا راه صافا بعدا عاد نقول لكم مال دريس. مالك صافا. السلام عليكم، كيبقاو مع الصحيحه كلشي مزيان، وماكم بخير، كيبقاو مع هاد البرودات كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. شوف واخا حنا الصراحه هاد الفيديو قدم ما دايرينو بواحد قصنا قتلو عرفتي شنو؟ جيو شوفوا تقراو لي كومونتير، وبزاف ماشي بزاف، يمكن واحد جوج نتاع الناس بلوكيتهم لان كانوا عندهم واحد لي كومونتير غير خايبين بزاف كاع، ووريتهم دوك لي كومونتير سكرينيتهم قبل ما نمسحهم، لان حشومه باش المتتبعات ديالي اللي كنشوفهم اصلا راقيات ونقيات في دماغهم وداك الشيء يشوف هذيك النوعيه نتاع لي كومونتير. وهذا الكومونتير ما تشوشوش عليا، قاسم تهضروا بعضياتكم. لا صافي ما تشوشوش عليا. وهذا الكومونتير اللي استفزني بزاف صراحه، ما قلتش لان يمكن كل واحد ابن بيئته، كل شنو على حسب شنو تربى وشنو كبر فيه وداكشي. هو كان واحد الحاجه. دابا باش تشوفوا دريس ضحك بزاف، راه شرب العصير مره شربناه زغيمة شارب العصير. هذا هو الكاميرا وريهم هادي واخا. ودوك الفلاسفه اللي كتبوا لنا في لي كومونتير عاودوا شوفوا. اوكي اللي ما فاهمش وداكشي ماشي انتم قرابة ما فيش الكول، هذا عصير لا اقل ولا اكثر. وفوق من هذا الشيء كامل ما تهضريش، هادي بغيتي تهضري بيش تحكمني صفاء. قلت لها سيري توزعي على عينك حبيبه. لا عرفتي على الصفاء، نقول لكم علاش بقى فيها الحال. ماشي على عاصر، ماشي على ضرب عمي خالد، حيت على ود بقى فيها الحال. هي انا عارفه هاك عصيرك، هاك عصير كنت جايب لنا هذ العصيرات. وهذا اللي قلتو اش لينا من حبيبي سيرو ديك لابيبي. لا هادو شوفي باش تعرفي، حنا دابا ما ماشي غنقولو حنا مقاطعين بزاف نتاع بحال هكا المناضات وداك الشيء قطعناهم. فوق من هادشي هادو كيبيعو يوسف، هادو منتوجات نتاع اسبانيا، عواصر نتاع اسبانيا، ما فيهم لا الكول لا حتى شي حاجه. ما غاديش نجيو زعما كاين حنايا وكاع هاد الوقاحه فينا كاع. الحمد لله ما عمر بعدا اصلا شي حاجه نتاع الحرام تدخل لدارنا ولا من غير زعما كاين هادشي حشومه. زعما كاين حشومه زعما كاع حتى الواحد باش يوصل لهذا المستوى من غير ان انا كنت مرت خويا جاوبت وخليت هذوك لي كومونتير اللي كيقولوا اختي سناء واش اكدي ليا واش هذاك الشراب اللي موراكم وداك الشيء. فالصراحه كنقول لهم لا وي، وزعما كاين كاع حتى الدرجه حنايا كاع واصلين لهذا المستوى. ولكن واحد الكومونتير وجاوبات مرت خويا قالت لهم راه شيره سناء بنت عائله ورجلها من اطيب خلق الله ود عائله وكيخاف الله. وكاين واحد السيده عرفش ولا سيد ولا ما عرف، المهم دي فوكم هادشي اللي كاين. عرفتي شنو دايرين ادريس؟ حتى داك التليفون كيسمع لنا شي شويه. دابا باش انت تجاوب، انا دابا غنعطيك انت تجاوب على هاد الكومونتير وعاد تجاوب ريم ما تجاوب الصفوقه. الكومونتير اللي قلت لك انا بلوكيتوني وريتو القبيلات دايره فيه راجلك السكير العرابطي سالم متعربط في الزنقه ولا دخلك حتى الشرب بين ولادك يعربط فيه. دابا خليه ادريس لي جاوب. هادي راه عرفتي وقف لها هنا ووقف لها هنا الهضره. دابا داك السيد بعيد ما تيبان عن عندهم ما حتى شي حاجه، خاصهم يجبدوه صافي. الواحد قلت ما يدار ولا قلت الحظيه، دابا بنادم خاصو يحضر كثر الحظيه
ولا الفضول ادريس الفضول. ود السيد ما يعرف لا شراب لا حتى شي حاجه يشرب. لا لا شنو كتعرف انت على عمك خالد؟ هو انا تسمع في هذه الله يرحمها. خصك تواصل بالساعه. لا واش عرفوا زعما انت هي الريحه نتاع القارو ولا غير هي؟ القارو بعدا راه بوحدو. هي القارو زعما بوحدو ما تيقدش يشم. القارو بوحدو كيفاش بوحدو؟ ما خالد ما كيشرب ما كيكمي ما والو. والو. ومن غير الرياضه الحمد لله يا ربي اللهم لك الحمد. عرفتي قول له غير الرياضه شنو كيدير فيها يوميا؟ عرفتي كيجي مهدود من الخدمه وخصو ضروري الحركات. والحركات كيديرهم. وانت شنو غادي تقولي على هذا الكومنتار؟ انا كنقول هذا اللي كيقولوا بحال هكا كيكونوا موبيين في لونتوغاج ديالهم هكا كيبان لهم كلشي بحال بحال. انت الا شتي اصلا كون كانت هادشي بصح صافي سكتي عفا عليك انت الله حنا بلانا صافي الله يستر. المهم ما تقولش كاع هكا تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى وفضلنا عنهم تفضيلا كاع كاع بلا ما تكتبش ولا كاع الا ما تقولش شي حاجه زوينه كاع ما تكتبش. قلت لكم اللي يقول الزمر يقول التمر. ما شكونش قالها ما شكونش قالها ولكن المهم كتوضيح وكاحنا مجموعين زعما باش نتناقشوا مجموعين في هذا الكومنتار لان انا دائما كيكون عندي فيديو نهار قبل كيتصور فهاد الفيديو كان رد على فيديو اللي قبل من نتاع الجلالب وصراحه زعما شي مره كنبقى نقول حيد لي كومونتير ولكن كيعجبوني لي كومونتير نتاع الناس الزوينين كيعجبوني فريمون كيعجبوني هادشي علاش كاين ناس زوينين وكاين واحد الفئه قليله زعما راه مابقاش كتمرضني ولا كدير فيا شي حاجه قبل ما اننا مجموعين حنا دابا راه في 2024 راه صافي ما بقى لنا والو صافي وعاوشي شويه هاد الناس اللي كيكتبوا لا ما كنهضرش مع كلشي الناس اللي كيكتبوا لي كومونتير خايبين بطبيعه الحال راه ما كنهضرش مع خليناهم في 2016 هادو خاصنا نصيفطوا لكم الليان ديال 2024 والله شكون الناس اختك مطرقه في المجاوب ياك لا لا ريما صافي بدا كيطلع لها الدم زعما فريمون ولا كيطلع لها الدم راه ما كتبانش معايا زعما في الفيديوهات وهذا ملي كنكونوا كنديروا بزاف نتاع الحاجات ولكن ملي كنكون غنجاوب على شي حد ولا كيشوف شي كومونتير ماشي وهذا كتقول لي لا خليني حتى انا نجاوب وصفاء قبلت شدها الغداي قالت لي والله حتى نوض نجاوب والله حتى نهضر على صفاء اللي ما كتهضرش غير تهضروا انا بغيت غير نعرف انت درت هذا الكومونتير انا شنو انت سيده ولا راجل ولا كيما كان تصيتك ما كانش خصك تقولي هاد الاسلوب هذا وما كنكونش مولفه بالقرعه هكا ما تعرفي هذاك الهضره اسي ينقاده اذا طبي الكيسان تدشي هذاك ديال العبار ما بزاف عليك هذاك ديال القراعي ما حشومه مولفه من البار للبار تدخلي تالي كا وتدخلي عاد جيت هضر على السياده ما توصلهمش الطفل ديالهم يا المقرده الخيال الاميه المعوقه يا والله شي حدا فيك بدم خاوي صافي ما تعايش بنادم بنادم تيكون داخل سوق عايش تعايش لا ما خالد عايش هذا عمي خالد داخل سوق راسو السيد وما تيبانش يجبدوه يجبدوه المصان ان شاء الله ما تيجبدوه الله يعطيهم الكسايد اللي تيجبدو الله يستر يا صاحبي سالي خالد سمعتي صفاء خالد دخلت عليك بالله كي كركرتي انت كي جاتك فاش قالوا لك فاش سمعتي هذا الكومونتير ها والله الا شي مره كثرت لها الضحك انا صافا معليش فراسها ولكن راه عمر خالد بالخط الاحمر عندي انا وهي انا وهو لا انا وهي بصح لي جبدهم بحال جبدني انا صافي والله والله خلاتها لي متلقاتش شي درب مسدود الله يصاوبني عنده شوف ابار هادشي زعما الصراحه من غير هادشي زعما الله ياخذ الحق زعما في واحد اللي كيكون مريض وهذا فماشي انا
واش هو بغينا زعما نقلبوا هذا الشيء بشي حاجه اللي زوينه واللي كضحك. افدرس افدرس واحد السيدات بصح كي دائما في لي كومونتير كيقول لنا تهلاو في ادريس ادريس يبقى معاك خاص ادريس وصفاء يكون معاك كيسول على صفاء ها هي الحمد لله على خير وبخير وادريس تا هو على خير وبخير وهو هو دابا هنا يجاوب علاش ما بغاش يجي يجلس معايا علاش ما بغاش يجي علاش ما بغاش يجي يجلس معايا عرفتي باش كيجي تو كيعرفني جيت سمعنا اسمتي ما جلسش معانا هادي بلا نقول لكم واحد القضيه السبت والحد دائما عند اختها الجمعه اختها نور ونوها عرفتي راه ما يمكنش لي كومونتير كاملين بعدا هادي اللي بعدا اللي دائما نوها فعلت ما كنبغيش نجبد حتى هاد الكلمه لان حشومه وعيب هذا بصح تبرزت في هاد الكلمه اللي كيدخلوا على نوها حشومه عليكم والله حشومه عليكم نوها لحيدات القناه راه حيدتها بسبب هاد لي كومونتير راه لي كومونتير الخايبين ومن غير زعما ماشي بالضروره انك حتى تكوني دايره اليوتيوب ولا دايره شي ولا فهاد الشيء تاع السوشيال ميديا حتى قال لا فلانه والغيبه في واحد في الناس ولا ملي كتبقاي تسمعي حد كيهضر فيك دائما كيضرك الحال كيبقى فيك الحال كتقولي صافي نغبر ما يبقى يشوفني حتى شي حد حشومه عليكم زعما دائما كنجاوب او دير لا او ديره البنت راه في دويرتها في امان الله الحمد لله عايشه على خير وبخير ما بغاتش تبان من حقها كتبان معايا مره ملي كتجي عندي للدار كتبان الحمد لله فاش كتبان معايا نوها عاش كتقرا لي كومونتير لا وركزوا معايا حطوا التليفونات عطيه المشكله نتاع التليفونات فاش كتبان معايا نوها في التليفون نوها دابا يعوض عليك الله بحسن دابا يجيبك الله مبروك نوها حزينه نوها دايره يقول دابا هذا اليوم سيرونس واه كنسمعك مازال كنسمعك زعما هادشي زعما قلتي ماما باقي كتجاوبي هاد الناس بحال كيجي شي كار قولي لي صفات كيكبوهم لا كيجي شي كار كيرميهم بحال هكا داك ديال لي كومونتير سيلفيين كيجي تلا بحال هكا كيتكبو خاص هي الاولى تبدا كيبدا كلشي هذا هو المشكله ان شي مره شي مره كتكون كنحط فيديو كنكون مثلا خدامه ولا كنكون كنطيب ولا كنكون كنقضي الشغل ولا خارجه ولا شي حاجه ما كنبقاش نشوف لي كومونتير لان بصح احسن حاجه هو فاش تشوفي شي كومونتير اللي هو فوكونت ولا هي شي كومونتير اللي صافي ما عنده حتى شي اساس من الصحه هو ان تبلوكيه وتمسحيه لان لما درتش بحال هكا يا كيهبطوا بزاف اللي كيشوشروا عليهم كاين اللي كيبغي كاين اللي كيخاف عليك كاين اللي مهتم بالامر ديالك فاش كيسمع في حاله الكومونتير كيبقى فيه الحال كيقول لك ويلي واش سمعت نوها ياك لاباس واش سمعتك انت ياك لاباس عرفتي راه لكون جينا على هاد الهضره وعرفتي راه نقول لكم يا انا شحال سمعت على راسي في واحد الوقيته في واحد الظروف اللي بالعكس انا كنخص بزاف نتاع الناس توقف معاك ولو بسكات كتجي واحد اخر يفرق عليك الهضور ويحط عليك الباطل وهذا فكيهرسوا بنادم وانتي راه ما انتي راه داكشي لا اساس له من الصحه واخا انتي عايشه حياتك وداخله سوق راسك وما تعطي لحد وما غتنقصي لحد وبنادم اخر كيضرك بنادم اخر كيستفزك انك باش ما تبانيش ولا ما عرفتي ورغم ان بحال دابا مثلا اليوتيوب راه ما غنحيد حتى شي واحد رزقه ما غنقص حتى شي واحد من الصالير ديالو الا كان حتى هو داير اليوتيوب يوتيوب راه العموم لكل شيء اي واحد يقدر يخدم فيه اي واحد يقدر يبارطاجي فيه وكيبقى داكشي كل واحد وكما كيقولوا اش بغاو الناس ولا ما بغاوش الناس ولا عنده واحد العدد نتاع المشاهده ولا ناقصه شويه كل واحد كيفاش حتى المحتوى ديالو كل واحد كيفاش كيبغي هو يبان واش كاين اللي كيبغي يبان مثلا بواحد الطريقه نتاع الشهى وكاين اللي كيبغي يبان بواحد الطريقه نتاع مثلا نتاع الشطح والرديح كاين اللي كيبغي يبان بالتاويل كاين اللي كيبغي يبان بالخدمه كاين اللي كيبغي يبان بحياته الخاصه كل بطريقته اللي اختار هو وماشي بالضروره ان حيت انا دايره هكايا وانت دايره هكايا راه غادي غننافسك ولا غندير شي حاجه لا راه في اي حاجه في اي زمان الرزق تتبقى نتاع الله سبحانه وتعالى ما كيدخل واحد في واحد فالصراحه ما نقصوا من هذا الشيء ما دائما عدوه المراه هي المراه ودائما عدوة الرجل هو الرجل وشوية رجال يمكن ما فيهمش هاد الطبايع ادريس في حاجه
بصح كيتلقى مثلا ديال انا اللي تتلقى فيهم اللي بقاو تابعين هكا راجل تابعو واخا راه كاين انا كنت كنعقل واحد الايامات كان خويا يوسف هي شويه هي هكا الطوموبيل كنا كيبدل الطوموبيل وراه ما يمكنش حد الاشاعات اللي خرجت عليه كيدير هادي كيفعل هادي كيترك هادي وتيبقى بنادم حاط عليك حاط عليك حتى ما كيبقى عندك والو الله يستر صح العين عندنا حق ولكن ماشي داك الدرجه نتاع بنادم يدير هكا يعديك تيقردك ما يخلي لك والو راه الواحد باش يدير شي حاجه راه تلقاه خدم هنا وسهر هنا وتلف من هنا باش انا رحت انا باش نحط فيديو يوميا رحت انا كناخذ من الوقت ديالي وكناخذ من حتى من الحريه الشخصيه نتاع وليداتي وداك الشيء نجي مثلا بلاصه غنصور وما باغيينش هما يبانوا نقدر نقول لهم عافاكم جلسوا في بيوتكم باش نصور انا هاكي مونطي ليا هاكي حطي ليا واخا ما بقاتش كتمونطي ليا اه ماشي دائما بنتي ما بقيتيش كاع كتمونطي ليا شكون مونطي في ديال النهار مشيتي صايبتي في داك الكلينيك انا ديما اللي كنمونطي لك واغلبيه نتاع الفيديوهات وليت كنحطهم هكا كثر ماشي حيت مونطاليك لا ولكن وليت كنحطهم نيشان يعني كتحط لي ولكن ما عمرك جيتي قلتي لهم قلت لك لا ما عمرك ما قلتي لي لا ولكن كنقص حتى من كنشوف عندك القرايه كنشوف هذا ما كيجيش كنقول لك هاكي مونطي ليا هاكي اجي صوري معايا اجي ديري ولا شي عمرني بززت عليك تصوري عمرني بززت عليك تمونطي عمرني قلت لك اجي ها عمرني درتي شي واحد شي حاجه ايوا هكاك وراه كنت شوف وشحال الاول فاش كانت كتبان معايا ريم شحال نتاع المشاكل كانوا كيجيني من داك الشيء نتاع تعقلي هكا تستغل البنت هكا دير هكا تفعل هذا وبنتي وهذا ومع ذلك راه كنشوف تستغل البنت انا اش كندير ايوا والله ديما خلق وصافي كاين اللي هو اصلا ما نافعك كتب شي حاجه سوا بالضرر كينفعك بالضرر هذا الشيء اللي كاين ايوا ايوا ادريس وي طولنا الفيديو سمعنا حقك طولنا الفيديو ايوا صافي ما نطولوش الفيديو قلنا شي كلمه باش نديروا الخاتمه نتاع الفيديو تهلاو في راسكم وانا راه كنبغيكم بزاف تشوفونا فيديوهات ان شاء الله يا ربي صفوقه تما فراسكم تما الناس الزوانين ونخلو ندخلو سوق راسهم شي شويه وشوفي واللي كيقول لك دعي معاهم شي دعيوه زوينه والله الا بزاف اللي كيقول لك صافا دعي معنا قلبها بيض وقلبها طيب راه ما عارفينش الناس كتعايري وكتجني لا لا الناس مزيانين الناس مزيانين تما اي حاجه بغيتو الله يسهل عليكم فيها الله يعطيكم اللي بغيتو خاطركم والمسميمات وبغيت لهم الله والناس اللي كتسمع لي كنهضر معاهم مثلا في واتساب ولا شي حاجه وكيسولوا فيك اي وحده تتسول فيا ولا في ميساج ولا في اي شي حاجه تنشكرها من هذا الفيديو هذا صافي وادعي هذا الخير الله يعطيكم ما تمنيتو في حياتكم غادي نقول لكم من هنايا شكرا لكم بزاف 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 على التتبع ديالكم وعلى المحبه ديالكم كنبغيكم حتى حنا بزاف مرة اخرى بصح هاد القضيه واحد السيده كانت قالتها قالت لك ما ديروش الشبهه حتى انا الا كان عصير ما تحطوش جاي وديروا الشبهه وعلاش غادي تمثلوا وعلاش غادي ديروا دوك القراعيه على شكل هكا ياك على شكل فنقول لك زعما كاين راه شوف راه كاين بزاف راه قراعي نتاع المناضه ولا هذا كاين بزاف حتى اوروبا كاين هكا كيديروا هاد ديزاين هكا راه ماشي حنا اللي صانعينهم لا ماشي حنا اللي صاوبينهم وفوق من هاد الشيء هاد العواصر زعما عواصر طبيعيه عواصر طبيعية ديال العنب ايوا العنب كاين كاين حتى شوف غنزيدني في هذا الفيديو عاودوا عاوتاني دخلوا ديروا كومنت اخر ويجوا عاوتاني يضربوا لنا شي معيار كاين حتى نتاع التوت كاين بزاف نتاع الفرومبواز كاين فيهم بزاف نتاع الاشكال هذه اللي طلع ادريس هنايا باش يصورها فاحنا صافي ربنا ونبغاها نمشي عند حبيب ايوا حبيبك صافي ما بقاش كاع حبيبك سابت المحل وقلاب الفيستا وسلاه جبنا هي من عندهم من المحل داكشي اللي بقى فحا دابا المهم ما حتاش ندخل هذاك موضوع اخر وصافي ف شكرا لكم وكما قلت لكم كما قالت ريما غادي يجيو فيديوهات ان شاء الله اللي غيكون فيهم الضحك واللعب ان شاء الله يا ربي الله يحرمنا ويحرمكم السعاده الزوينه ومن اللمه العائليه والفرحه اللي كتجمع بين القلوب السلام عليكم